اهلا واضح، انا عمر السعيد. النار، انا دايما حامي. لا مش كرتونيه، ابقى باتمان. انا بحب باتمان جدا، يعني انا تليفوني عليه صوره باتمان، انا بحب باتمان زياده، وعندي عربيه باتمان وكده. ان انا حقاني، ان انا لازم انام على، لازم وانا داخل انام لازم بفتح دوكيومنتري او حاجه انام عليها. بخاف من الولاد الصغيرين وهم لسه مولودين، انا عندي فوبيا من الحوار ده. لا مش ما بحبش، بخاف يعني. انا لو شفت طفل بيتولد مثلا في السينما بغمض وحاجات كده، وعلى الحياه استحاله. ان انا جوع، يا لهوي خليني متوتر جدا. انا بحب الاكل، انا لما بقى يعني انا افتكرت قصه كمان، يعني حاجه كده. دينا الشربيني مره قالت لي حاجه كده، ان انا رخم لما ببقى جعان، يعني بقى لا بتوتر وببقى مش يعني مش عايز اسمع، انا عايز اكل. اكيد ان انا اعمل حاجه بطوله، ان انا اعمل، انا عايز اشتغل مثلا في حاجات لايت كوميدي مثلا، ما مش كتير يعني. في نوع كوميديا نوعا ما بيتقدم بس هو ابتدى يختفي شويه، على مقابل فكره الحاجات اللايت او الحاجات اللي احنا متعودين عليها. لا طبعا يبقوا سمر، شعرهم اسود، وممكن يبقوا شبه روبي برضه.